يساهم المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها، والذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في تعزيز جهود دولة قطر في الوقاية من الأمراض غير الانتقالية والتخفيف من أعباء الإصابة بها. يوفر المسح قاعدة بيانات عن الأمراض غير الانتقالية في الدولة وعوامل الخطر المرتبطة بها. تدعو وزارة الصحة العامة الجميع إلى التعاون الكامل مع فريق العمل الميداني وتزويدهم بكافة المعلومات والتحاليل المطلوبة لإنجاح هذا المسح في دولة قطر. لأي استفسارات حول فريق التمريض التابعين لهذا المسح يرجى الاتصال على الرقم 16000، ولأي استفسارات حول الباحثين التابعين لجهاز التخطيط والإحصاء يرجى الاتصال على رقم 8800.